شبح الحرب يقترب والنيران تلتهم القرن الإفريقي، وهادي أحمد يرفض الخروج من الصومال. لن ندع صوماليلاند أو بونتلاند، سنحرضهم ضدكم. أسلحة أبي أحمد في طريقها إلى أبي أحمد وصوماليلاند. السيسي يرد بشحنة تسليح هي الأضخم في تاريخ الصومال. أبي أحمد يترنح بعد حصار القاهرة له، والولايات المتحدة توجه طعنة كبيرة له من الظهر. فهل بات اقتراب إثيوبيا من القرن الإفريقي خطرا على قناة السويس؟ بونتلاند تنقلب على أبي أحمد وتعود لأحضان الصومال، والقاهرة تحاصر إثيوبيا. بدأت الأوضاع تتأزم وتتخذ شكلا جديدا، بل بات شبح الحرب يحوم فوق رؤوس الأفارقة. السيسي يكثف تواجده في الصومال، وأبي أحمد قرر عدم الخروج على الرغم من قرب انتهاء مشاركة بلاده لقوات حفظ السلام في الصومال. المخاطر تتزايد، وتوقعات بقرب نشوب حرب عالمية جديدة باتت أقرب للحقيقة. فمع اقتراب خروج إثيوبيا من الصومال، مع انتهاء مهمتها في بعثة حفظ السلام في الصومال، إلا أن أبي أحمد قرر عدم الخروج خاوي اليدين، حيث قرر الخروج باتفاقية مع صوماليلاند تمنح حق الانتفاع بميناء بربرة على البحر الأحمر لنحو 50 عام. لكن القرار الإثيوبي واتفاقيته مع صوماليلاند لم تعجب حكومة الصومال الفيدرالية، حيث قررت الاستعانة بمصر التي رفضت اقتراب إثيوبيا من البحر الأحمر، حيث إن هذا الاقتراب سيشكل خطرا جسيما على قناة السويس المصرية، والتي تعتبر المجرى الحيوي للقاهرة الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط. لذا قررت مصر المشاركة في قوات حفظ السلام في الصومال للعام الجديد 2025، إلا أن هذا القرار أغضب أبي أحمد، ولم يقف المصريون عند هذا الحد، بل أعلنوا عن إرسال قوات قوامها 10,000 جندي إلى الصومال، بالإضافة إلى طائرتين تسليح ومعدات خفيفة، وهو ما نظرت إليه إثيوبيا بعين الخطورة على مصالحها. لكن السيسي قرر تزويد الصومال بشحنة أسلحة أكبر مما سبقتها، بل اعتبرتها مقديشيو الأكبر في تاريخها على متن سفينة الحرية 2، والتي رافقها الكورفيت البحري بورسعيد. ومن هنا انفجرت الأوضاع أكثر من ذي قبل، حيث جن جنون أبي أحمد وقرر التحرك نحو احتلال أراضي الصومال، لكنه لم يتحرك في الطريق الصحيح، بل زاد من أخطائه، حيث قرر إثارة الأقاليم الانفصالية في الصومال ضد الحكومة المركزية، حيث قام بتزويد إقليم بونتلاند الانفصالي بالأسلحة والذخائر. أسلحة أبي أحمد وصلت إلى بونتلاند، ولكن كانت أسلحة السيسي قد سبقتها إلى الصومال، لذا قرر أبي أحمد إرسال مساعدات للمرة الثانية إلى الإقليم ذاته، إلا أنه مني بضربة قاسمة، ضربة أتته من إقليم بونتلاند، الضربة التي ربما ستقسم ظهر أبي أحمد، حيث أعلن رئيس الإقليم بونتلاند رغبته في التفاوض وفتح قنوات الحوار مع الرئيس الصومالي تجنبا لنشوب حرب بين الطرفين في هذا التوقيت، وطلب الحكومة الصومالية الفيدرالية بضرورة أخذ طلبه للتفاوض على محمل الجد. خطوات بونتلاند جاءت كالصاعقة على رأس أبي أحمد، حيث كان ينوي فصل هذا الإقليم، ومن ناحية أخرى اتجه نحو إقليم غرب الصومال من أجل إثارة الفتنة هناك ضد التواجد المصري على أرض دولة الصومال الفيدرالية. إلا أن المظاهرات خرجت بالفعل ضد التواجد المصري هناك، ما لبثت أن عادت أدراجها، وهدأت المظاهرات على إثر وصول شحنة الأسلحة المصرية إلى مقديشيو والترحيب الصومالي بالخطوة المصرية. ليست القاهرة فقط هي من ترغب في وأد تصرفات أبي أحمد الرامية للسيطرة على منطقة القرن الإفريقي، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في زيارته للقاهرة بأن القاهرة يمكنها المشاركة في قوات حفظ السلام في جنوب السودان. فدخول القاهرة لجنوب السودان يشكل استكمالا لمسيرة السيسي لتوسيع نطاق سيطرته على القارة الإفريقية، كما تؤكد على أن الولايات المتحدة ترحب بالتواجد المصري في هذه المنطقة الحيوية، وخاصة رغبة أبي أحمد في الوصول إلى مضيق باب المندب وخليج عدن، واللذين يشكلان ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم. خطوات القاهرة تأتي في إطار وقف تحركات أبي أحمد نحو القرن الإفريقي، إلا أن الأخير لا يلبث أن يثير الكثير من المشكلات رافعا الراية،
المصريين يريدون ضرب سد النهضة، وهو ما نفاه وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، مؤكدا أن التواجد المصري في الصومال ضمن قوات حفظ السلام وليس لغرض آخر. وعلى الرغم من أن أبي أحمد يسعى لشيطنة التحرك المصري في القرن الإفريقي، إلا أن دول الجوار تنضم للقاهرة في خطواتها الواحدة تلو الأخرى، فهذه إريتريا ومن بعدها جيبوتي بالإضافة إلى الصومال وجنوب السودان يقفون جميعا مع مصر في خطواتها، بالإضافة إلى مباركة الولايات المتحدة أيضا. إصرار إثيوبيا على السيطرة على منطقة القرن الإفريقي يؤكد لمصر أنها تنوي الإضرار بمصالح القاهرة في البحر الأحمر وفي قناة السويس، الشريان الحيوي للاقتصاد المصري. لذا فلا عجب من تحركات القاهرة للحفاظ على هذا الممر الحيوي، خاصة بعد تضرره جراء عمليات اليمن في البحر الأحمر ضمن السفن المتجهة نحو تل أبيب. ووفق محللين، فإن إثيوبيا ترغب في الاقتراب من البحر الأحمر والانتفاع بأحد موانئه من أجل إنشاء قاعدة عسكرية لها في هذا الميناء، وهو ما يدعم تل أبيب في إيجاد عدو للقوات اليمنية في هذا الممر الملاحي الحيوي، والذي تستخدمه اليمن ضد تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وعلى الرغم من التحالف الأمريكي الإسرائيلي في هذه الأونة، إلا أن الولايات المتحدة تؤيد القاهرة في إبعاد إثيوبيا الحليف لتل أبيب عن منطقة القرن الإفريقي، ومن ثم استخدام البحر الأحمر سلاحا للتعامل والسيطرة على التجارة العالمية في هذه المنطقة الحيوية. وفي النهاية الشرق الأوسط يتأهب لحرب شاملة، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الحرب الشاملة ربما باتت ممكنة في الشرق الأوسط، فهل أوشكت الحرب فعلا على القيام؟ شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.